بدينا مشوارنا سمر، ومحطتنا الأولى لليوم رح نسلط فيها الضوء على دورة معالج التوحد، وهي الدورة الأولى من نوعها التي تقام في الجزيرة السورية. ما الذي يميز هذه الدورة والهدف من إقامتها؟ موضوع نقاشنا اليوم مع ميسم الحصرية، اختصاصية صعوبة تعلم صعوبات تعلم. يسعد صباحك ميسم، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي، ما الفرق بين دورة معالجة التوحد عن غيرها من الدورات، وشو الهدف من إقامتها؟ هلا نحن من زمان مثل الكل بيعرفوا، كانوا المركز او بيعرفوني انا كمدربه، كان هدفي على طول اقول لهم انه الهدف الاساسي نحن بالمركز هو التوعوي، بغض النظر عن الهدف الاساسي اللي هو علاج هاي الاطفال، لان نحن وقت بنكون عم نشتغل على التوعيه فبنكون نحن عم نوقع بالبقعه اللي هي فعلا تحاط بالطفل. فانا على طول بقول لهم انه هي البقعه اللي نحن بنشتغل فيها مع الطفل هي اروع بقعه بالحياه، هي بقعه كلها حب، كلها انسانيه. هذا الاختصاص هو احلى اختصاص، مع انه الناس احيانا هيك بيكون في عندهم رده فعل بيهربوا منه. فكانت دورة مدرب التوحد نحن نعطيها كتير. طبعا صار قبل هالمرة دورة بدمشق بمركز ملائكة الجنة، كانت دورة اختصاصي أطفال توحد، ولكن بالجزيرة العربية كانت التجربة خلينا نقول أغنى شوي، كونه كنا أول أو كنت أول اختصاصي بفوت بتأهيل كوادر. كان هدفي الأساسي أنه أنا ما بدي احتكر هي المهنة، يمكن كل شيء كنت تعلمته بهي المهنة من حب، من صبر، من معلومات أكاديمية، من معلومات تطبيقية، كان بدي فيت فيها أكبر فئة موجودة ببلدنا الحبيب طبعا سوريا. فحاولت أني أنا أشتغل على هذا الأساس. طلعت أول مرة على الجزيرة لنعمل دورة مدرب، فلقينا أنه فعلا في فقر بالمنطقة لهذا الاختصاص، فحاولنا بمركز بيسان أنه نحن نشتغل على دورات تأهيلية تكون بمستويات متعددة لنطلع بالنهاية المطاف باختصاصي توحد يكون قادر أنه يحط خطة علاجية، يكون قادر أنه يشخص، يكون قادر أنه حتى فينا نقول أنه هو يعالج فعلا طفل توحد. طبعا دورة المعالج التربوي اللي ذكرتيها حضرتك هي المستوى الثاني، خلصنا دورة مدرب أطفال توحد، وحاليا معالج أطفال توحد رح يتم تخريجهم بقلب الأسبوع القادم، ورح نبلش بدورة النطق والتخاطب بالجزيرة العربية بمركز بيسان إن شاء الله يا رب. يعني فينا نقول ميسام أنه نحن لو وصلنا لهون هي مجموعة من الخبرات والتراكمات يلي بتحمل منحة إيجابي نحن لقدرنا نوصل خلينا نقول دورة معالج التوحد، يلي أكيد في فرق بينها وبين باقي الدورات، الفرق حتخبرينا عنه أنت. تمام. أنا على طول بقول إنه أنا ما بيهمني، هلا نحن في كتير عنا أكاديميين مثل ما بنعرف، كل دفعة من الكلية مشكورين طبعا القائمين على كلية التربية قسم التربية الخاصة بيخرجوا أعداد كبيرة من الطلاب، ولكن لأي حد قادر هذا الطالب فعلا يقعد مع هذا الطفل، لأي حد قادر إنه يحس وجعه، لأي لحظة أنا على طول بقول لهم إنه بهذا الاختصاص يعني شو فيها إذا تحملنا طبعا. شوي شو فيها إذا الطفل كان عنده ردة فعل وقسي علينا إنه نحن نضبه. هذا الحب فعلا، الحب هو المكان الأساسي اللي نحن منبلش فيه بهذا المجال. الإنسانية هي مو مجرد كلمة، أنت فعلا بهذا المجال عم بتهيئي إنسان، من إنسان كان بزاوية بهامش بالحياة ليكون معك بكرة حاطت شنتايته على ظهره وراية عم مدرسته، يمكن يكون رفيق أحد أطفالك بالمدرسة. فمثل ما ذكرتي حضرتك هي مو مجرد خلينا نقول معلومات أكاديمية. للأسف طبعاً أنا عن طريقكم بدي أشكر أستاذي الأستاذ ياسر بيطار اللي هو مدربي بالتي أو تي الكوادر. أنا عطول كان يعلمنا شيء كتير مهم، إنه أنا ما بيهمني يكون عندي كم هائل من المعلومات النظرية. نحن اليوم بحاجة الشيء التطبيقي، الشيء النظري، فنحن بنحاول بكل
دورة أو بكل مستوى من هدول المستويات نعمل ساعات تطبيقية معينة. تمام. يعني مثلا بدورة المدرب كانوا مجبرين بـ30 ساعة تدريبية يدربوا فيها الطفل بأدواتهم الخاصة فيهم. ميسام، كم مستوى عندكم؟ عنا مستوى أول، مستوى ثاني، خلينا نحكي عن هاي القصة. خلينا نحكي، أنتوا بلشتوا من أسبوعين تقريبا، كانوا 15 شخص متواجدين معك. أهمية تأهيل الكوادر، خلينا نحكي عن هذا الموضوع كمان. نحن وقت انتقلنا من دورة مدرب نحن بلشنا ب 16 شخص بتوقع او 15 مدرب. لما اجتزنا مرحلة المدرب طبعا بيتم في عنا اختبارات وساعات تطبيقية، وبيكون في عنا شروط للمنتسب للمستوى الثاني، لان نحن بنعرف لما بده تطلع عنا مستوى الاختصاصيين بدهم يكونوا نخبة، يعني بدهم يكونوا هن فعلا تجاوزوا 6 مراحل. كنت عم تسأليني حضرتك عن المراحل، كنا 6 مراحل تدريبية نهاية بمرحلة اختصاصي توحد. فعلا كانوا، يعني مو لأني أنا كنت مدربة موجودة معهم، بس فعلا كانوا جدا رائعين. كتير كنت فخورة فيهم، لأنه بهي المنطقة ما كان في وعي. كان يمكن لما يمرق أوتوكار مركز بيسان لأنه مكتوب عليه استشارات نفسية أو توحد، إنه لا أنا ما بدي أبعت ابني بالأوتوكار. بحفلات تخريج الكوادر أو بحفلات تخريج الأطفال لقينا شيء مختلف. كان في عدد حضور كبير، كان في، يعني كنت تحسي المتدرب وهو عم ينتقل للمستوى اللي بعده إنه هو فخور، أنا بدي أتصور، بدي أحمل شهادتي. كان في تفاعل كتير كبير. خلينا نحكي أكثر كمان عن تجربتك الأولى بالجزيرة العربية، كيف كانت؟ تجربتي الأولى أنا كانت تقريبا من 2 أو 3 سنين. طلعت كمدربة كوادر لأول مركز علاج تربوي، وما زال هو. نحن بنعرف انه في كتير مراكز، ولكن المراكز عم تحمل اسم تدريب وتأهيل. نعم. فاذا بتسمحوني اخذ هاي الفرصة واشرح الفرق بين طبعاً التدريب والتأهيل طبعاً والعلاج. طبعاً. تدريب والتأهيل معناتها انا عم اشتغل على هذا الطفل ليكون قادر انه هو يشتغل بحياته بشكل طبيعي، يعني يعتمد على نفسه. اما لما بقول علاج فانا عم عد هذا الطفل لحتى يكون طفل طبيعي مثله مثل اي طفل. طبعاً صار في عنا انتاج بالجزيرة بمركز بيسان تقريبا، كان في عنا اكثر من، لهلا اكثر من 150 طفل تخرجوا، صاروا بمدارس وعاشوا حياتهم الطبيعية بمختلف المجالات او المراحل. كان عندنا ايضا بدمشق بمركز ملائكة الجنة ايضا حفلة تخريج كنت معنا فيها. فانا على طول انا بتذكر كنت معكم بال 2016 قلت لكم انا حلمي وصل للجزيرة. صحيح. مو لاي هدف، بس لانه انا من لما كنت عم بدرس بتذكر كانوا يقولوا لنا انه هذيك المناطق هي البيئة الغنية بهدول الاطفال. فلما وصلت اول مرة على الجزيرة كان المجال فعلا مستهجن، يعني طبعا هذا الطفل ما هو مجنون، هذا الطفل فعلا ممكن يتعالج. أكيد. ممكن يطلع من القفص. طب اذا انت تعاملتي معه ما رح يضربك. كنت اقول لهم انه انا جاي لحتى يضربني، وانا جاي لحتى ممكن انه يضمني، وانا جاي ممكن لحتى يحبني. يعني انت كنت متوقع ميسم جميع الاحتمالات، ولكن كان في اكيد صعوبات واجهتوها. كان انت هلا ذكرتي منها صعوبه، يعني ما نعم بالسهل انه هو ان الاهل بس يشوفوا خلينا نقول وسيله النقل اللي محطوط عليها توحد او امراض نفسيه، هن ما في هالوعي. خلينا نقول يعني احنا بحاجه لتاهيل وتدريب الاهل، بعدين سحب او ناخذ الاطفال للهدف اللي بدنا نوصل له. قد ايه الصعوبات واجهت؟ الصعوبات كثير كبيره، بس بوجود هي الدورات اللي نحن عم ناهل فيها ونوعي مجتمع، بوجود هي الورشات التوعيه، بوجود انك انت فعلا تحسسي ولي الامر او تحسسي اللي حواليك انه انا فعلا فخوره اني اكون مع هدول الاطفال، فخوره اطلع معهم مشوار، فخوره اني اكمش بايد هذا الطفل واقطع بالشارع. فهن بصير عندهم طيب معقول الغريب قادر انه هو يامن بطفلنا اكثر منا. تماما. فهو الايمان بهذا الطفل، الايمان بشغلك اللي انت عم تشتغليه، هو شيء كثير بيعطيك دافع لقدام. تمام. وكثير من الاهالي مثلا، مو كل الاهالي نفس الشيء بيعاملوا اطفالهم، اطفال التوحد، في منهم بيخجل منهم، في منهم مثل بيعزلهم عن المجتمع. صح. طيب هدول الاشخاص او هدول الاسر كيف انت قدرتي تتعاملي معهم طالعين من هاي المكان تبعهم؟ يعني انه لا لازم تفتخروا بابنكم ليطلع شخص فعال بالمجتمع، حكينا عن هذا الموضوع.
بهذا الموضوع كنت اقول لهم انه نحن ما يعني كنت على طول نعمل جلسات فرديه سواء بيني وبين الاهل، لنبلش نحن انه نطلع من هذا الهامش، لنبلش نحضر صح. اجتماع اولياء امور يكونوا في مجتمعين. فعلا كانت يمكن هي المرحله اصعب مرحله تمام. اعتراف الاهل بانه نحن في عنا طفل بهذا المركز، وهنيك البيئه صغيره يعني بالجزيره العربيه البيئه جدا هذا. صغيره تمام. فكلهم بيعرفوا بعضهم. فلما بدنا نعمل اجتماع اولياء امور انه احيانا نعاني انه ما يجوا الاهالي لانه ما بدهم يشوفوا بعضهم. بس وقت اللي بلشنا نحن نخرج اطفال او بلش في عنا فعلا حالات علاج وشرحنا انه هو مجرد اضطراب، مع اي طفل في عنا اضطراب كنا على طول ندقق على فكرة انه نحن قادرين نرجع طفلكم لطفل طبيعي طبعاً. يعني يرجع هذا الطفل طفل طبيعي حلو. بس كان في عندي شيء جدا مهم ركز عليه انه انا برجع الطفل طبيعي بس ما برجعه ملاك. احنا بنعرف انه اي طفل طبيعي رح يكون في عنده اضطراب، رح يكون في عنده مثلا مشاكل سلوكية، ممكن مشاكل اكاديمية. فكنا نشتغل على هذا الاساس انه ابنكم بيرجع طفل طبيعي. وقت اللي بلشنا بحفلة او اول حفلة تخريج يمكن كان العدد جدا محدود، بتذكر كان في عائلة تقريبا 11 طفل فقط من الأطفال اللي حضروا التخريج اللي هن كانوا ربما يكونوا أهالي الأطفال اللي تخرجوا. لا بحفلة التخريج اللي بعدها كانت للأطفال فعلا لقينا المكان جدا مزدحم، كانت كل عائلة هي مرافقة عائلة تانية من أهل طفل تاني. فعلا بتحسي إنه بالإنجاز. الإنجاز مو لإلي أنا عطول، يمكن الكل بيعرف ميسم بهذا الموضوع، أنا عطول ما بدور بالإنجاز لإلي لأنه ما حدا مننا رح ياخد هي المهنة ويقدر يفيد فيها كل البشر. هذا السبب اللي أنا قلت أنه أنا بدي أعمل دورات تخصصية بهذا المجال لأني حابة فيد كل سوريا إن شاء الله يا رب. أكيد ميسم، خلينا نقول أنه بس نعطي في شعور بالسعادة كبير، وبس نلاقي نتائج فهو شعور أعظم بكتير. خلينا نحكي مع هذا بداية، خلينا نقول هالمشروع اللي أبصر النور بالجزيرة وكان هو حلم وتحقق هذا الحلم بالاجتهاد والسعي، في فكرة أنه نحن ندمج الأطفال تبع الجزيرة بالأطفال المعالجين يلي أنتوا اشتغلتوا عليهم بباقي المناطق، في هيك فكرة؟ تمام. هلا نحن كنا عم نشتغل على مشروع جدا مهم بلشناه بمنطقة الجزيرة، اللي هو نحن بلشنا نعمل ورشات أهل ذوي الأطفال الطبيعيين، نقول لهم إنه طفلنا ما رح يكون مؤذي مع طفلكم، طفلنا صار طفل طبيعي. بلشنا هي الورشات بإنه نحن نوعي أو بلشنا ننشر فينا نقول تماما إنه بلشت أنا بصراحة بابني أو بحالة أكاديمية بتخصني أنا، إنه أنا ابني صار مدرسة ما ضر رفقاته، هو حالياً الأول بمدرسته. يعني بدنا نبلش بحالنا، على طول كنت أقول لهم إنه بدنا نبلش بحالنا، خلونا نجرب. كانت التجربة أكبر برهان فعلاً وقت شافوا إنه هذا الطفل وبمكان بأماكن معينة. كانوا بعض الأطفال اللي تخرجوا من عنا كمستوى سلوكي وكمستوى أكاديمي يكونوا سابقين الطفل الطبيعي نوعاً ما بمرحلة الروضة أو بمرحلة المدرسة أكيد. فلما هن شافوا بعينهم لا اختلفت هي النظرة، صاروا يؤمنوا. ونحن بنعرف إنه نحن الإيمان بهذا الطفل هو أحلى شيء ممكن نحن نحققه مع ذوي هدول الأطفال. خلينا ميسم نحكي عن الأنشطة القادمة بهذا المجال، وأكيد بدنا نصائح أخيرة ورسالتك لكل حد عم يسمعنا عنده طفل توحد بالبيت. طبعا الدورة الجاي رح تكون أيضا بالجزيرة، رح تبتدي إن شاء الله يوم الاثنين القادم يعني بعد بكرة، رح تكون هي مستوى نطق وتخاطب لأطفال التوحد، لأن إحنا مثل ما بنعرف في عنا ثلاث أنواع من اللغة لازم نشتغل عليها، هي المصادات والشرذمات الكلامية والكلام الموظف وغير الموظف. أما بالنسبة لرسالتي فبقول لأي حدا فعلا حاول يشتغل مع هدول الأطفال، حابب يشتغل مع هدول الأطفال، لا تعتمد على المعلومات النظرية اللي ممكن حتى تنجاب عن طريق النت يعني حاليا تمام. ولكن اعتمد على حبك لهدول الأطفال، اعتمد على قدرتك بتحملهم، واعتمد أكثر شيء على المدرب اللي ممكن يعطيك ساعات تطبيقية لتكون فعلا أنت على الأرض معهم، لأنه هدول الأطفال هن أساس للحب، أساس للإنسانية. كون فخور وأنت عم تشتغل معهم لأنه أنا فعلا
ما بتذكر انه شفت سعادة مهمة بحياتي اكثر من لما يكون في عندي خطة علاج للطفل تحققت وحققت نتائج. اكيد اكيد ميسم، ما في احلى من هالكلام، ونحن فخورين فيكي وفخورين انك يعني عم تساعدي بتاهيل كوادر مهمه لامراض التوحد. بنتشكرك، بنتشكر وجودك معنا، وبنشوفك بحلقات قادمه، وبنتمنى لك اكيد النجاح. شكرا لكم، صباح ان شاء الله بيكون مليء بالامل والتفاؤل يا رب. اكيد كل الشكر لوجودك معنا، وبدنا نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله بتوصلوا وتحققوا جميع المشاريع يلي انتم بتحلموا فيها. الحلم اكيد بيكون حقيقه، بس يكون في هيك سعي. اهلا وسهلا فيكي.